بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من الرسالة الفضائية المستقلة في تسجيل مع سعادة السفير محمد نور أحمد السفير المناضل. توقفنا في أولى خطواته وأعماله وأيامه في وزارة الخارجية أيام الوزير بطرس سلمون. نوثق معه الحديث في برنامج الملف. أستاذ محمد نور، مرحب بك في الرئاسات الفضائية المستقلة. توقفنا في الحلقة السابقة أنه بعد ما بديت العمل مع الوزير المعتقل شريف، ونسأل الله يعني أنه يفرجه ويرى النور، جاءكم الوزير بطرس سلمون وكان معك في شريفه طبعا لقمة مشهد إمامه. الحكومات المحلية. جميل. طيب، كان معك الأخ حامد فرات ونحييه من هنا. فكان شغلكم كيف في الوقت ده؟ إيش المهام اللي كنتوا تقوموا بيهم؟ وأهم المنجزات كانت شنو؟ أهم منجز، وطبعا في تلك الفترة طبعا جاء موضوع الجزر، جزر حانش. جزيرة الحنيف. أيوة، الأزمة مع اليمن. أيوة، لأنه طبعا أساسا يعني المناطق هذه سكان منطقة دنكاليا، الصيادين دائما يعني هي كانت المكان اللي يستريحوا فيه طبعا، نعم. يعني وينتقل منه بعد كده يعني ممارسة عمله. فالحكومة اليمنية طلبت منهم إنه يعني ما يستريحوا في هذا المكان مستقبلا، يعني خلاص هذه قالوا لهم شوفوا لكم أماكن أماكن أخرى. صح وأماكن أخرى. فهم اشتكوا طبعا الحكومة الإريترية وقالوا نحن هذه الجزر، ارفع علينا صوتك شوي استاذ محمد. هذه الجزر من جدودنا، يعني كانت جزر تابعة لنا، ولأول مرة يعني تجري بها وتقول لنا هذه الجزر ليست جزركم، فبحثوكم عن أماكن ثانية تستريحوا فيها بعد يعني الصيد طبعا يقوم به. ايوه، فهنا طبعا الحكومة سياس يعني قرر إنه طبعا لازم يعني جت المشكلة، فتمت يعني نقاش حولها. يعني فنحن طلب مننا بطرس سلمون، طلب مني بطرس سلمون إنه أدرس الموضوع بتاع الجزر هذه ونشوف مثلا يعني إذا كان في هناك يعني قضايا مثلا مماثلة لها وكيف تم حلها. فأنا فعلا يعني قرأت حول هذا الموضوع، يعني الخلافات حول الجزر يعني حصلت ما بين الأتراك واليونانيين، وجزر في مثلا يعني برضه في أمريكا اللاتينية إلى آخره. فوجدت إنه كان مثلا يعني الحلول تتم يعني وفقا لثلاثة أمور. ايوه، إذا كان مثلا هذه الجزر سكان، السكان هم اللي يقرروا، هم تابعين اليمين. لمين. إذا ما في سكان أيضا، من هو أول من وضع إيده على هذه الجزر؟ الجزر، ايوه. طيب إذا كان ما في من هو اللي وضع إيده الأول على هذه الجزر، مين الإدارة أقرب كانت كيف؟ أقرب جغرافيا، أقرب إلى إنه هذه الجزيرة. يعني ثلاثة، إما يكون في سكان، وإما يكون في من أول من وضع إيده، وإما يكون مثلا أقرب. القرب الجغرافي. فأنا قمت بالدراسة يعني هذه، ووريت إنه مثلا هذه الثلاثة يعني للوزير بطرس. أيوه. ولذلك بطرس قال يعني نحن سياسة، يعني نحن ما ناخذها بالقوة، ما ندخل في حرب، إنما نقدمها لمحكمة التحكيم الدولية، وهي لأنه مثلا
في أمثلة كثيرة موجودة، وبالتالي يعني نحن كمان مثلا هذه الجزر إذا كان مثلا يعني نستحقها سيكون مثلا وفقا للدراسات اللي نعم. المهم هي مشت السياس وصدر رفض، الحكم. السياس رفض، السياس رفض وقال نحن دي جزر حقنا وناخذها بالقوة، وجاء جيش رأي وطرد. الوزير كان قريب للكلام، الكلام اللي قاعد تقوله. السياس رفض، ايوه رفض الوزير قبل، الوزير قبل، ايوه، لكن والسياس رفض رفض بالقوة يعني. بالقوة، دخل بالقوة طبعا، ودخل يعني هو صارت مناوشات، مناوشات مناوشات، معارك. واليمانية سحبوا جيشهم طبعا، ونحن خسرنا فيها زي 3 هند. لكن بعد كده القضية طبعا مشت إلى محكمة ال، محكمة التحكيم الدولية نعم، وصدر القرار لصالح اليمن، لصالحها، خسرنا القضية لأن والشهداء نحن وكذا. أولا يعني هم أقرب لهم جغرافيا أساسا، جغرافيا أقرب لهم، وما عندها سكان صحيح. حددوا مثلا يعني هم تابعين لمين يعني، وما في مثلا إثبات إنه مثلا يعني نحن عملت زيارة ميدانية أستاذ محمد نور، عملت زيارة ميدانية للجزر دي لا ولا قريب منا كده؟ ما هي كان لا في لا توتر بس درسنا بحث. أيوه البحث. بحث. طيب أستاذ محمد نور، فسلمون اقتنع أوكي، بهذا وكلم إساس، وإساس رفض وقال نحن بالقوة. كده نحن هسي بمناسبة ذكر الوزير بطرس سلمون، ونتمنى له يعني يخرج ويرى النور. بالله دارين شهادة عن شخصية بطرس سلمون، كيف شخصيته، تصفه بيشو؟ والله بطرس سلمون كان إريتري، كان يعني شنو إريتري يريد؟ يعني كان يعني وطني إريتري، يعني ما كان يهتم مثلا يعني بمسائل خاصة به، كان الرجل يعني ذاتيته ما كان لها أهمية كثيرة بالنسبة له. وهل هذه خاصة عامة للإريتريين كلهم؟ ما بيهتموا بحاجاتهم؟ هناك من الإريتريين من يهتم بحاجته، وهناك من الإريتريين من يهتم بالقضية العامة يعني. هو رجل كان، يعني هو قصدك أنه كان كان رجل وطني رجل وطني، كان ما كان بهمه كان مثلا، مؤهل طبعا هو إمكانياته افتكر العلمية؟ من خريجين جامعة أديس أدي أبابا، سببا. وكان في الجبهة الشعبية كان مسؤول المخابرات، وهو اللي كان اخترق الجيش الاثيوبي، وكان يجيب المعلومات يعني الكثير من الانتصارات اللي حققها جيش التحرير مثلا من تعامله مع الناس كان متواضع. لا متواضع الى اقصى درجه يعني، كان رجل متواضع يعني. كان بيتحدث لغات؟ هو طبعا يريد اللغه الانجليزيه الى جانب التجريني طبعا، العربية كيف كان؟ لا لا ما كان ولا يرمي كلمة التجريني، كلمتين؟ لا لا بس هو التجريني كان، فهمه للمجتمع الإريتري، التشكل الإريتري ده، لا كان، مسلمين مسيحيين، مرتفعات منخفضات، جبهة جبهة شعبية، لا كان عربي واعي، كورينيا، كان واعي بهذه الأمور، الثنائية دي كان لا كان خوف واعي، من الشعب. كان واعي، ولذلك هو مسألة مثلا يعني هو من الناس اللي كانوا مثلا يعني يطالبوا بتطبيق الدستور اللي كان يؤمن باللغتين العربية والتجرينية اللغتين الرسميتين للبلد يعني، هو من الناس اللي كانوا متمسكين بهذه المسألة يعني، وعشان كده السياسة تخلص منه. بس انا حبيت على ذكره ناخذ منك شهاده للتاريخ يعني عن شخصيه بطرس سلمون. وانا حقيقه يعني حتى في الاعلام ما التقيت به، بس تصريحاته كده كانت تجينا لما كان في الخارجيه، لما كان برضه في وزاره الثروه السمكيه في فتره من الفترات كان وكده. نعم، في مصر، في مصوع، ايوه، وكان رجل متواضع جدا كان كما رجل متواضع وكان يحفظ. رجل وطني. عندك معاه مواقف ها؟ معينه، مواقف كده بتذكرها للتاريخ، مواقف ما هي خاصة بينك وبينه؟ وهي القضية الأساسية اللي كانت تقريبا يعني مسألة بتاع اللجنة بتاع أيوة شو اسمه بتاع الدبة الشعبية، الحكومة يعني الحكومة، البرلمان. الحكومة لازم تكون في انتخابات، لازم تكون في انتخابات، ايوه، ولازم يكون في دستور،
ولازم يكون في نظام ديمقراطي فيه. كان بيحترم تجربتك يا أستاذ محمد، كان طبعا بيديك الاحترام الذي يليق بك لأقصى درجة. بمكانتك أنا كمناضل، كمثقف، كرجل كان عندي ارتباط خريج بأسرته، يعني طبعا علاقتي بأسرته أسرته، كانت رجل وطن. أنا بالنسبة لي كان نموذج يعني. كان أكثر نموذج. شخصية أعجبت بها في الجامعة أنا الشرعية؟ بعتبره من خسارة، آه. أنا بعتبر طفل السلمون خسارة. متواصل مع أسرته؟ أنا كنت وما هي زوجته لما هم سجن، هي رجعت وبعدين هي ذات أخذوها ايوه. من الطائرة وسجنوها. لا ابناءه مثلا، منهم أبناء صغار كانوا. صغار كانوا هم في الخارج الان، في الخارج الان. طيب شخصيه ثانيه استاذ محمد نور، وانت في الخارجيه مع شريفه الوزير، طيب كده قول لنا الشهاده عن شريفه، شريفه برضه يعني لانك انت اشتغلت له كم سنه؟ ما خمس. نختلف مثلا في فهمه وفي مواقفه عن بطرس. بطرس سلمون. هم كلهم طالبوا مثلا يعني بالدستور اللي تم إقراره لابد من يعني تنفيذه. كشخصية نحن دايرين هسي، أيوه كشخصية شريف ده، يعني إيش العلاقة أو الصفات الموجودة بين بطرس وبين شريفه، والما موجودة في بين أولا الشخصية في البساطة والتواضع في الاثنين موجودة والانفتاح من المحيط اللي حواليهم يعني. في الاثنين موجود. أيوه ده موجود في الاثنين يعني. الثاني الموقف الوطني يعني. الجبهة الشعبية طبعا كان كتنظيم، وبالتالي كان طبعا يرى إنه لازم يعني هو اللي يستمر، لكن بعد كده طبعا أقروا دستور، والدستور تكون في انتخابات لا على المستوى ديمقراطية. الشخصي، انا قصدي في الشخصيه، شخصيه شريفه غير شخصيه لا بطرس. الاثنين هم نفس الشخصية، متواضعين كانوا، وعلاقاتهم بالناس مثلا كانت في انفتاح. والله شوف، في التواضع شريفه برضو كان رجل متواضع فعلا، وانا اقول ان شوف شريفه ده، انا كمناضل انا احترم تجربته، ولم تجمعني به مناسبه، يعني بمعنى شنو؟ ما صادقت ولا زاملت حتى في لقاءات، لكن دليل على أنه تواضع هذا الرجل، وأنا للتاريخ أقولها، حضر زواج يعني. شريفه جاء في الزفة اللي جاءت في الصبحية بتاعت الزواج، اللي هو عشاء النوردي أستاذ محمد نور، شريفه كان موجود. ومناسبة شريفه جاءت كيف؟ وأنا أكتب الدعوات، كان معنا الفنان محمود عبد الله كحنو رحمة الله عليه. طبعا كحنو كان فنان الجبهة يعني، انت تتذكر يعني. فكحنو نحن قاعد نكتب للتاريخ، انا اقول الكلام ده استاذ محمد نور، فقال لي يا اخي اكتب شريفه كمان. انا اتلوه. قلت له شريف انا ما بعرف، وتفتكر يجي؟ قال لي يجي، انا اجيبه الاكزامس، انا اجيبه. فكتبنا الوزير، وزير الحكومات المحليه ونائب الرئيس محمود احمد شريفه يعني، وشال الدعوه واداها لي، وانا والله في ظني انه ما حيجي شريفه. فقام شريفه الصباح جانا وشرف، وفي في جده كان العقد وكده. فانا ما شريفه جش شريف الصباح ولابس السماري، فاكبرت فيه هذه المساله، وقلت هذا الرجل فعلا متواضع، انا ما بعرفه ولا شربت معه كوبايه شاي، فكوني يجي حتى لو هو دافع من كحنه، لكن كان ممكن الوزير ويقول انا ما مشكله. شريفة كان رجل بسيط فكان رجل بسيط يعني. مثلا الله يرحمه وانا ذكرت المساله دي للتواضع. الأستاذ جابر سعد الله يرحمه آه، أستاذ المربي الجليل توفى طبعا يعني نعم في نعم أسمرة. عرفنا المربي. فشريفة قرر إنه يعمل مثلا يعني صوت شوية أستاذ محمد نور، رأيك شريفة قرر إنه يعمل شو اسمه إيش قسم تسميها؟ المناهج، المناهج. لا بعد وفاة جابر سعد، آه أوكي، بعد تعبين. تأبين هو اللي مثلا يعني غطى يعني التأبين في قاعة عامة شريفه يعني يا سلام على وفاة جابر جابر سعد سعد يعني. المربي الجليل، له التحية. نعم يعني نعم نعم الرجل كان مثلا متواضع، كان يعني ما كان في هذه العقلية. صحيح صحيح نعم. طيب ثاني وزير اشتغلت معه يعني في الخارجية، بس شريف وبطرس بس بس،
بعدها توجهت وين استاذ محمد نور؟ لما انتهت قضيه حانش واخذت اليمن زغر وحانش، توجهت وين؟ ظللت في الخارجيه؟ أنا اشتغلت في الخارجية الجي 15 طبعا. قبل الجي 15 لسه كانوا موجودين، يعني معاكم ايوه. أنا تم تعييني وزير في سفير في الصين. قبل الجي 15 أيوه قبل موجودة كانت الجي 15 لكن ايوه، لسه ما كانوا معتقلين ما كان معنا معتقلين. كانوا. فأنا تم تعيينك سفير في الصين وعدد من الدول من ذكرناها سفير مقيم في الصين وغير مقيم في وغير مقيم في اليابان وفي تايلاند وفي سنغافورة سنغافورة وفي الفلبين. جزر في الفلبين. الفلبين طيب أيوة. تفتكر مين الرشحك يا أستاذ محمد نور؟ بطرس سلمون بطرس الرشحك للخارجية أيوة. للسفارة، السفارة بطرس كان ساعتها هو وزير خارجية أيوة. والرئيس وافق. وافق طبعا. ف هل بلغك بطرس قبل ما تجيك رسالة التعيين؟ أخذ رأيك؟ لا وما اتذكر، انا على كل حال انا بس اتذكر يعني جت بس الرساله انه انا تم تعييني في اسمه سفير. سفير يعني. اخترت اصطافك، الاصطاف اللي حيمشي معاك لا اخترته لا انت؟ لا لا استناني هناك قبل، كان في طبعا السفاره كانت موجوده نعم نعم استناني هناك الاستاذ مين كان تتذكر مين كان؟ ما بتذكر. ما مشكلة، المهم في أول مرة تزور الصين ولا أنت زرتها برضو لا أنت لا في الجبل؟ لأول مرة أول مرة، أول لكن مرة قريت عنها كثير طبعا. أيوة طبعا الصين احنا قرينا عنها مثلا قريت التجربة الصينية كلها، سافر الصينية وكذا كلها سافر والتجربة السوفيتية. ده كان عندنا ما كان عندنا شغل غير دولة غير أصلا، لأنه نحن يعني اللون اليساري ده. أيوة أيوه جميل. طيب شنو اللي عملته أول ما دخلت كسفير يعني؟ قدمت أول إحساسك كان شو؟ افتكرتين؟ أنا عاوز بس أخدم بلدي، إحساسي أنا عايز أخدم بلدي يعني. أيوه، وهذا موقع أهلا له أنت. أيوه فقلت أنا مثلا أخدم بلدي يعني ونستفيد من تجربة الصين طبعا. كان عندك حرية أستاذ أحمد، كسفير كان عندك حرية، حرية سفير يتمتع أيوه بصلاحيات. طبعا كان عندي حرية كاملة يعني. ما كان في ضغوطات و... لا كان في موظفين لكن ايوه انا كنت بقودهم يعني، ما كان في اتصالك كان مباشر مع مكتب الوزير ولا مع مكتب الرئيس؟ لا مكتب الوزير الرئيس ده ما كان عنده علاقة معاكم؟ يعني اساسا مباشر وزارة قصدي. الخارجية هي المسؤولة طبعا يعني، السفارات تابعة لوزارة في واحدين الخارجية. يقولوا انه الرئيس ده ماسك كل شيء في يده. الكلام ده كيف استاذ محمد؟ وانت قاعد تقول ما كان في تدخل، وقد يكون هو مشرف على الخارجيه من بعيد. ايه طبيعي هذا شيء طبيعي، واساسا تجيه كل التقارير تجيه، صح. وبالتالي لا انت انا قصدي تدخل مباشر كده، لا ما كان في براشوت كده، ما كان فيه. لا ما حصل جاتك رساله من مكتب الرئيس. لا تعاملك مع الخارجيه بشكل الرسالة اللي جات من المكتب الرئيس جاتك رسالة. مش جاتني أنا، جات للقنصل. كيف بقى كلمنا الناس؟ تتذكر اسم القنصل أستاذ محمد؟ القنصل كان والله ما بتذكر ما اسمه مشكلة، القنصل المهم اللي كان معاك في الصين. كويس، لكن طبعا لما رجع الكتابات ممكن ما مشكلة. فجات رسالة من مكتب الرئيس. جت أولا جاء وفد وفد من أسمرة؟ من أسمرة، كويس. وكان الوفد طبعا فيه وزير ووزيرة وبرضه كان مسؤول من مكتب الرئيس ومكتب مهمة الوفد كان شنو؟ مهمة الوفد هو يزور أيوه ويشوف يشوف أوضاعكم. أيوه ولا وكان مثلا يعني يشوف يطلبوا العلاقات نعم الصينية أيوه واللي نعم بتفيد. من الصين وأيضا يوطوا العلاقات مع الصين إلى آخره ايوه، تبادل المصالح المشتركة و... بالضبط يعني. فمن ضمن فالوفد جاء فالوفد جاء ومعاه رسالة من مكتب الرئيس. لسه ها لسه اوكي بس احنا قعدنا
مع بعض كده نتونس. فأنا سألتهم للوفد. الوفد، اوكي. قلت لهم ليش تم اعتقال مجموعة الـ15 سؤال مباشر. مباشرة؟ أيوة. اوكي. رئيس الوفد كان من سعد. ممكن الجبهة الشعبية؟ يمانة قبراء؟ لا لا، ما كان اوكي، ما يمكن. مشكلة، واصل. فأنت سألت سؤال مباشر. سألت الصعب ده، فكانت أمل نور حسين مع الوفد. مع الوفد، مجرد ما سألت السؤال ده أنا انسحبت، قامت. قامت طبعا انسحبت. فضلوا الباقيين، فواحد منهم قال لي الجماعة دول يعني خالفوا، يعني الكلام كان تم الاتفاق عليه، المفروض هم صوت ما شوي، ارفع ينزلوا، الصوت. ايوه. المفروض هم ما ينزلوا بيان، ما ينزلوا المانيفيستو بيان في الشعب. في الصحف. ايوه. ايوه، فقلت لهم طبعا الجماعة دول طلبوا من الرئيس انه يدعو لهم القيادة بتاع الجبهة الشعبية والبرلمان، عشان المجلس الوطني. عشان يقرروا مثلا يعني المرحلة القادمة، يعني تنفيذ البرنامج، تنفيذ شو اسمه الدستور يعني اللي تم الاتفاق عليه. والرئيس طبعا لم يستجب لهم، وطبعا قالوا ما نحن نرجع للشعب، وعملوا البيان ده. البيان ده طبعا يعني انا مدري صعب علي ترجم له بالعربي طبعا. والله ايوه. ايوه، قبل ما تمشي، قبل ما امشي طبعا. اوكي، يعني انت كنت عندك علاقه مع الجي 15؟ ايوه طبعا، انت كنت عضو معاهم؟ لا ما عضو، لكن انا متابع متعاطف يعني، متعاطف معاهم يعني ومؤمن باهدافهم؟ طبعا. اوكي. اساسا يعني تطبيق الدستور هذه ما قيمة مثلى يعني. ايوه، فقلت لهم انا ما طلبوا من الرئيس، والرئيس يعني ما طلب يعني ابدا من الاجتماع، فقالوا نرجع للشعب. للشعب وعملوا البيان. كويس. اها، لسه الوفد قاعد يبرر ليك كده. ايوه، وانتهى الكلام بتاعنا بهذا، والوفد رجع والوفد رجع بعد ما عمل شو اسمه كده. بالوزير آمن. ها؟ بالوزير آمن رجع. ايوه رجع. بعدين بعد كده في يوم من الايام انا كنت في رحله مع السفراء، كان السفراء موجودين في كلهم مثلا في الصين ايوه في بكين، كنا في رحله خارج الصين ايوه خارج بكين. السفراء المعتمدين كلهم. ايوه، ولما رجعت يعني القنصل وراني اداني رساله، تقول الرساله ارجع، يعني اولا الرسالة مرسلة من مين؟ رساله من وزاره الخارجية؟ الخارجيه، اوكي. اولا للقنصل يعني اعمل شو اسمه بيان رساله عامه لوزاره الخارجيه وللسفارات انه جواز السفر رقم السفير محمد نور احمد ألغي. ألغي. اوكي. سحب الجواز الدبلوماسي. أيوه ألغي. واحد، اثنين، الرسالة بتقول أعمل له شو اسمه أقطع له تذكرة يعني عبر الخليج، ايوه. مش عبر أوروبا، عشان ايوه. عبر الخليج. وراني الرسالة، الصوت، ارفع الصوت. ايوه، وراك الرساله. وراني الرسالة. مشكور يعني. أيوه، اوكي. قلت له خلاص أنت أعمل. أنا أخذت الرسالة، الرساله ذاتها الرسالة ذاتها، مكتوب باللغه الانجليزيه. أيوه مكتوب باللغة الإنجليزية. اوكي. أنا أخذت الرسالة ذاتها ومشيت في منظمة حقوق الإنسان، كان عندهم مكتب في الصين، في الصين. ايوه. ووريتهم وقلت لهم يعني الحكومة الصينية ما دام أنا مثلا ألغي جواز سفري، يعني طبعا ما ممكن مثلا تخليني في بلدها يعني، ايوه. وبالتالي ممكن تسلمني يعني، صوت شوي استاذ. ممكن تسلمني يعني للحكومة. أيوة الحكومة. والحكومة طبعا ما تعتقلني يعني، وإلا ليش تلغي جواز سفري؟ ايوه أنا صح. خلاص يعني.
فمنظمة حقوق الإنسان عملت رسالة تقول يجب أن لا يمسه. أيوه بحصانته الدبلوماسية. لا حقهم، مش حصانة الدبلوماسية، ايوه حصانة الدبلوماسية انتهت بعد انتهت يعني دولتها. بحقوق الانسان يعني بالميثاق. أيوه وأنا أخذت هذه الرسالة، ومشيت. وبعد كده اتصلت طبعا، كان عمر بن خالي وملك ياسين ايوه جدته، وقلت لهم في كده ايه رايكم؟ انا حاسه طبعا أنا خلاص عاوز امشي الى اوروبا. قالوا لا احسن تجينا هنا. طيب مشيت السفاره الاستراليه، الأسترالية. والسفاره الاستراليه خلال 10 ايام ردت عليك وقبلتك. قبلتنا. ايوه طيب دقيقة، هسي نرجع للقرار. أنت كرجل دبلوماسي مناضل ولك في العلاقات الخارجية، أنت مسؤول تنظيم، مسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم بحاله يعني جبهة والمجلس الثوري يعني، واشتغلت في أوغندا وتنزانيا والصومال والسودان ومصر تمشي وترجع وكده، ولك وبعدين دخلت في الدبلوماسية الإريترية بعد 91. التصرف ده بتاعت رسالة من الخارجية تجي للقنصل وتقول أعمل في السفير كذا وكذا، من الناحية الدبلوماسية تشوفها كيف؟ فيها غباء ولا خبث، وفيها ولا فيها تخبط ولا فيها لا، كيف؟ فيها خبز طبعا، فيها يعني انا تم كان لابد من اعتقالي، وحتى اعتقل لازم ارجع للبلد، بس ايوه هم كانوا اغبياء، ايوه انا داير هم هذا كانوا اغبياء، لو كانوا فعلا عاوزين يعتقلوني كان ممكن تكون بها طريقه ثانيه، ايوه كان ممكن يطلبوا مني مثلا على حضور ناحية الاجتماع. حضور الاجتماع وكذا، لكن فكان غباء منهم يعني. لذلك يعني قالوا مثلا الجواز بتاعه ده يلغى جوازه يلغى جواز واعطاه على التذكره، تذكرة وكانك انت طالب في مرحله بالضبط، يعني مش وقالوا كده، لا وحتى المسار هم يحددوه لك، لا يعني بس مغادرة الغباء نافعة يعني، غباء غباء وغباء دبلوماسي. غباء. ولذلك انا وهل طالت يد المجموعة القنصل بعدين؟ ايه وريته كده بتاع ولا؟ لا انا قلت له خلاص تفضل في انت انا اديته جوازه؟ ايوه ايوه لا ما اديت ما الجواز، اديته، بس هم لغوه طبعا عمليا. هم لغوه. ما تعميمي زي مذكرة يرفعوها لكل للخارجية ايوه هو رفع السلمية ورفعها لكل كل السفارات ايوه عشان ما يدوني ما مثلا يتعاملوا ايوه ما معك. يتعاملوا معي. فانا جمعت السفراء العرب اللي كان بعد عندي، ال ايوه كان عندي معهم علاقات، وريتهم الوضع بتاعي. وبعدين السفاره السودانيه ليه اخترت السفراء العرب؟ ليش؟ عايز من اوريهم غيرهم؟ ايش اللي حصل، لان كان عندنا علاقات معهم صحيح، الامريكان. وانت سفير يعني. ايوه كانت الفترة كم، سنتين؟ سنتين كانت تقريبا. وبنيت علاقات دبلوماسية قوية طبعا. ايوه. ف انا وريتهم مثلا ما 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 للسفراء اللي كانوا موجودين السفراء والسفراء العرب، ووريتهم مثلا الوضع في اريتريا، شرحت لهم عن الوضع في اريتريا وكيف الوضع طبعا متأزم. وسفير السودان اتصل بوزير خارجيته كان علي عثمان محمد طه سعدة ولا مصطفى عثمان؟ مصطفى عثمان مصطفى اسماعيل. عثمان إسماعيل. ايوه كانت الوضع علاقات وطيده بمصطفى عثمان اسماعيل لما كنا في كنت في يا وزاره يا 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 الخارجيه، كنت ايوه، احضر معهم وكان المؤتمر. قاعد كثير ملف الشرق وكذا. فأصدر قرار للسفير بتاعه إنه يعني إذا كان مثلا شالوني من البيت يأجر لي مثلا يعني في أحسن أوتيل بالله ايوه الموجود، ويديني وبعدين كمان يدفع لي التذكرة إلى أي بلد أنا بالله همشي له. والله اني اشكره يا اخي. نعم أنا قلت موجود في البيت بتاعي لحد ما أنا أمشي، وما بتعب تذكرة شكرا جزيلا دكتور، وانا قلت همشي الى استراليا. فالسفاره السودانيه البيت كانت تدفعه لك ايوه طبعا السفاره الخارجية، الخارجيه كانت تدفع وما أخذت أكثر من أسبوعين ولا شهر؟ في البيت. أيوة في البيت. لا بعد ما قرار السحب وكذا ايوه مش كثير يعني. مش كثير أيوة. فايضا يعني وزير خارجية السودان استقرار لسفيره قال له اقطع لي التذكرة إلى أي بلد هو، وفعلا قطع؟ فعلا قطعوا لي التذكرة يا إلى سلام، أستراليا.
مشكورين والله. وصلت أوسترالي. الحمد لله. استاذ محمد نور السفير، وانا عم بقول لك السفير يعني، لانه السفاره دي بالمناسبه نحن درسونا لها وعملنا بها في جامعه الدول العربيه، ونسال واحد بقى سفير اللقب ده يلازم يستمر معه يستمر الحال. معاه. لكن جماعتنا هنا يقول لك شنو؟ ادوك سفاره سحبوها منك، ما تقول له سفير، يقولوا لين واحدين كده. نقول لهم يا جماعه في العرف الدبلوماسي اصلا زول بقى سفير او قنصل بتقول للسفير. هي سفير بس مش القنصل، ايوه السفير ورئيس الجمهورية هم آه. دول. والوزير طيب لا لا خلاص، وزير بعد ما ما بعرف اني مين، من احنا قال كده هي في الجامعه، في الجامعه العربيه كان سفير بتقول له السفير. وطيب ليه يقولوا مثلا؟ والغريبه انه اذا ما دخل ده اذا ما دخل السفير يقولوا عليه، اذا ما دخل اللي كان في ايطاليا وكذا تبع النظام يعني، فدائما يقول لك امباسادر اذا ما دخل. ما تعرف اذا ما دخل موجود في المجموعه النظام. المهم عموما استاذ محمد نور نرجع للمساله، انت بعد ما خليت الجماعه وجيت استراليا هنا، طبعا دائما المجموعه لما الواحد يكون معاهم ويسيبهم فيفكوا اشاعات نعم وعلى رأي انه الزعيم عدنان، اشعاعات مرات تكون اشعاعات ذات الاشاعات، ما فكوا لك اشاعه انه محمد نور عمل فينا كده وعمل فينا كده مثلا؟ لا ما سمعت. ما سمعت، ايوه يكون قالوا ممكن لكن يكون أنا ما قالوا، سمعت، لكن انت ما وصل أنا الى ما سمعت ما الى. سمعت. ايوه طيب، وانضميت مباشره الى العمل أنا طبعا مشيت أمريكا في البداية. في البداية، يعني أنا بعد ما قولت يعني كلاجئ في أستراليا، كلاجئ في أستراليا راجئ سياسي. سياسي، وعملت بيت وآخر دخلوني في بيت. سبت بيتهم ذاك ومشيت ل لا هنا لما جيت أستراليا، يعني اوكي، لما جيت يعني أستراليا اول جاية ليك كان من أستراليا. أيوه. بعد كده اتصلت مثلا بالناس اللي كانوا عندي بهم مثلا علاقات قبل كده، زي دكتور بركات وفي آخرين يعني، وقالوا مثلا عاوزين يعملوا حزب طيب ومعارض، وعلى هذا الأساس أنا مشيت توجهت أمريكا. امريكا. أنا مشيت طيب استاذ أمريكا. محمد نور، نرجع كده للقرار بتاع التعسف ده اللي هي سحب الجواز الدبلوماسي وعدم التعامل وقطع تذكرة. في اللحظة دي ندمت على انك دخلت البلد، كفرت مثلا؟ لا لا ما لا في مجموعة من المجلس الثوري قالوا ما ندخل أنا الا يعترف بينا كتنظيم، لا انت دخلت كفرد وهناك، هل ندمت تأسفت على قرارك؟ بالعكس، أنا مثلا دخولي أفادني كثير، عرفت مثلا عن طبيعة النظام النظام وتفكيره وتفكيره، وأيضا يعني عملت علاقات مثلا مع ناس مع ناس محترمين زي ما قلت، قضيت تواصل في شخصي. السلمون وآخرين، فدي بالعكس أكسبتني تجربة وعرفتني مثلا بالمجتمع، وين لو كنت المجتمع أقول الجبهة الشعبية أخذها كلها. حاجة هلامية كده، أيوه بالعكس وليس استفدت من أنا. رأى كمن سمع. أيوه أنت شفت المشهد، بالضبط. جميل جدا. طيب توجهت إلى أمريكا وانضميت إلى التقيت مع جماعتك القدامى أيوه المجلس الثوري. لا لا يعني في عناصر كانت مثلا يعني في الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية، بس دكتور بركات عبد دكتور السلاسي، بركات عبد السلاسي، عبد السلاسي ما في برضه جماعة قالوا معاه. لك بعد ايه يا استاذ محمد نور؟ بعد ايه ما قالوا لك؟ لا 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 والله لا لا. ايوه وبعد كده كوننا الحزب الديمقراطي. ايوه حزب الشعب الديمقراطي، لا الحزب الديمقراطي حزب الشعب ده بتاعت مسفن حقوس مش كده؟ بعدين. الحزب الديمقراطي، الديمقراطي الاريتري. ايوه فيهم نصف الحقوس وفيه اخر الدكتور بركات وفي اسماء دلوقتي انا. المانيفستو الاول حقكم شنو؟ هل حوار لا ولا مقاومه سياسيه ولا مقاومه ثوريه؟ يعني كافة الوسائل المتاحة يعني. كده خطيتوها. أيوة الوسائل المتاحة، لكن طبعا العمل السياسي يعني. الوقت ذاك الحزب ده جديد انتم كونتوه أيوة وتوليت رئاسه؟ لا لا كان دكتور بركة هو الرئيس بتاعه. ايش كيف بقى الرئيس دكتور بركات؟ اخترناه يعني اخترتوه باختيار ديمقراطي؟ أيوة، لأنه هو طبعا أيضا يعني كان له دور مثلا في وضع الدستور ايوه، الدستور، كان له دور في وضع واخترتوه الدستور. اختيار ديمقراطي. أيوة يعني رئيس دائم ولا مؤقت؟ لا بس رئيس لفترة زمنية طبعا، اللي هي كله كم بعدين ايش حصل في الحزب ده؟
كيف انشطر يعني؟ برضه الحزب حصل فيه خلافات، مثلا مصفن حجوس وناس اللي توفى الله يرحمه الحنوم، اها ايوه، صارت فيه خلافات هنا. بيناتهم خلافات شخصية ولا سياسية؟ والله هي تكاد خلافات تكون فكرية، توجه؟ خلافات شخصية أكثر من خلافات سياسية. لكن أنا طبعا انت ايش كان موقعك؟ أنا كنت عضو لجنة تنفيذية، عضو لجنة تنفيذية، وما كونت فرع هنا؟ استراليا؟ ما انيطت بك؟ ما كان عندنا طبعا، لكن بعدين صارت خلافات ضد يعني. برضو ليش تكون الخلافات دي كثيرة أستاذ محمد نور وفق تجربتك؟ ليش دائما لأن الأحزاب مثلا الموجودة؟ يعني صارت خلافات لما كان المجموعة، كانت طبعا لو أتذكر المزايف، هو كان خلافات مرتبطين مناطقية يعني. مناطقية مع الحنون، كان شو اسمه، فصار لما ارفع صار علينا خلاف، الصوت شوية. أيوه. لما صار خلاف يعني بين الحنون، هم وقفوا إلى جانب الحنون يعني. أنا كنت يعني ما ضد الحنون، لكن يعني انت جناحك كان وين؟ أنا كان هذا الشعب موجود هسه؟ هل الحزب ده موجود؟ الحزب الديمقراطي موجود، بعدين انقسم إلى اثنين. انت هسه في اي جناح استاذ أنا محمد؟ في الحزب الديمقراطي، حزب الديمقراطي أيوه الاريتري الإريتري. اللي يراسه مين هسه؟ هسه انت عضو لجنه تنفيذيه فيهم؟ أنا عضو لجنة تنفيذية تفتكر فيهم الحزب ده فعال؟ شغال كويس؟ إلى حد ما. طبعا في ناس، حاج عبد النور موجودين فيه، وشباب موجودين فيه، وشغال كويس، وهو عضو في المجلس الوطني هسه؟ وعندنا رئيسنا مثلا موجود مثلا في السويد، اسمه جميل. المهم انتوا هسي الحزب ده هو عضو في المجلس الوطني الاريتري، التغيير الديمقراطي أيوه عضو. أنا من الناس اللي أسسناه الحزب جميل جدا، الديمقراطي، جميل جدا. المجلس الوطني. أنا المجلس كنت من ضمن الناس اللي يعني أسسوا المجلس جميل جدا، الوطني، جميل وعضويته موجودة يعني. جميل جدا. طيب في اكثر من قريب كم 30 حزب يا استاذ محمد نور، هذه الاحزاب ما قدرت تعمل العمل المطلوب، السبب شنو في رايك استاذ محمد؟ للأسف الشديد، كشهاده للتاريخ استاذ محمد. للأسف الشديد لحد الوقت، الوعي العام أو زي ما تقول مثلا الانلايتمنت، الاستنارة السياسية يعني في الواقع الإريتري ما زالت ضعيفة. بالله بعد كل النظام يا استاذ محمد، اسباب لأنه الضعف ده شنو؟ لأنه لأن أسباب السلطة يعني، يمكن هي أكثر حاجة اللي بتخلي الناس مثلا بتختلف يعني في 60 سنة ما الرأي. يوعى هذا الشعب يا استاذ محمد؟ لا، ما في، لسه نحن ما طيب 200 يعني، احنا بعد ما نضجنا مثلا، ما زلنا يعني نفكر في المسألة بتاع السلطة أكثر ما نفكر مثلا في التغيير فيه. أسباب شنو؟ عدم التعلم مثلا، يعني نحن ما متعلمين كثير مثلا، الشعب الإيرتري نسبة الأمية فيه عالية مثلا، نسبة الأمية السياسية، مش الأمية السياسية وليس الأمية. الأمية السياسية، وترغيب وعدم وجود نكران الذات، التأكيد على الذات أكثر. هذه ودي اللي خلت مثلا المجموعة الحاكمة دي المسيطرة تستمر يعني؟ بالضبط، هي لأنه في تفتكر الوقت الحاضر أنا طبعا الكتابات أنت بتقرأها يعني، طبعا طبعا. أنا بقول مثلا يعني يجب أن تجمع كل التنظيمات السياسية الموجودة المعارضة تحت المظلة الواحدة، وهذه المظلة الواحدة يمكن تكون هي البرلمان في المنفى يعني، وتجمع مثلا الشعب الإرثي الموجود يعني برا، وده طبعا هينعكس إيجابا مثلا في الداخل، لأنه الشعب الإريتري لما يكون أبناءه الموجودين برا كلهم موحدين يعني هيعمل فيهم أمل، وممكن حتى المجموعة اللي في داخل الجيش وداخل النظام اللي ما راضي عن النظام يعني ممكن مثلا تتعامل يعني مع هذه المعارضة ايوه يعني، من خلال مثلا إن هي تنظم نفسها وهي اللي هتقوم
بالتغيير، التغيير أساس لكن طيب المحور. أستاذ محمد نور، أنت قاعد تقول كل الكيانات دي تتوحد. في العمل السياسي الدعوة إلى لا الوحدة، الكتلة الوحدة دي، أليس هو معارض للفكر السياسي ذاته؟ لا لا لأن لا، السياسة أنا هي ما تنوع أعني ما وتعدد. أعني وحدة كلهم داخل تنظيم واحد، إنما داخل مظلة واحدة. التعدد، الوحدة طيب ما هم والتعدد، دخلوا في المجلس ومظلة واحدة، ليش ما قادرين الوحدة يعملوا؟ والتعدد. ما في ناس خارج المجلس، في المجلس ده أكثر من كم وعشرين يا أستاذ محمد؟ لا معليش، حتى مثلا أكثر من كم وعشرين ما قادرين يحدثوا هنا، ليه؟ وبعدين يقولوا كده ها؟ أكثر من كم وعشرين حزب والمجلس ده موجود تحت مظلة واحدة، كم؟ ما في هنا هل في عندك قائمة مثلا أكثر من 20 حزب. لا، أنا حسب ما عندي قائمة، أيوه وما أقدر أقول كمان 20، حتى ما أقدر أقول 20. لكن في مثلا يعني خارج خارج المجلس في مجموعات، مجموعات، ونحن هي المعطلة في رأيك؟ وأساسا دائما إذا كان ما في وحدة، يعني ده بينعكس سلبا مثلا على تجاوب الشعب معك يعني، وحتى تجاوب الداخل معك يعني. لذلك يعني احنا دلوقتي التركيز بتاعنا يجب ان يكون كيف نتجاوز مثلا يعني هذه الخلافات البسيطة، وما في اساسا خلاف شو اسمه في الاستراتيجية ولا في البرنامج يعني. لذلك يعني بنقول انه كل التنظيمات الموجودة برا تتجمع تحت مظلة المجلس، اي الوحدة والتعدد. ايوه هي تكون كتنظيمات موجودة لها برامجها الخاصة بها، ولكنها أيضا يعني ضمن هذه المظلة، وأيضا تنفذ تطبق برنامج شو اسمه المظلة، بالإضافة إلى برنامجها في داخل تنظيماتها يعني، جميل جدا. لأنه ده أعتبره برلمان في المنفى يعني. حتى في داخل إريتريا احنا نؤمن بالديمقراطية. لكن تفتكر الداخل ده يقبل بحاجة مكونة في الخارج؟ الداخل لما نقول الشعب الموجود المعاني، فيه معاناة وفيه، لا فعشان ما يفتكروها دي لا حكومة مفروضة عليهم من لا الخارج. لا، إذا كان مثلا الناس اللي ضد النظام في الداخل يتعاطفوا مثلا مع أبنائهم الموجودين برا ضد النظام، ده شيء طبيعي، ايوه وحتى مثلا لو الناس الموجودين برا كلهم بقوا تحت مظلة واحدة يعني، أي الوحدة، مع احتفاظ كل تنظيم طبعا ببرنامجه اللي هو التعدد طبعا، الديمقراطية طبعا، الوحدة والتعدد يعني، الوحدة داخل مظلة واحدة اللي هو البرلمان، والتعدد اللي هو مثلا أحزاب سياسية وطبعا تتنافس فيما بينها، وأعداد الأصوات اللي تجيبها هي اللي بعد كده مين يكون في الحكومة. لكن الديمقراطية هي كده أصلا يعني، يا وبالتالي إذا كان الشعب برا شعر بأنه أبناؤه الموجودين برا موحدين وداخل مظلة واحدة، فلتكن هذه المظلة هي البرلمان في المنفى، ما في اثنين ثلاثة، ينعكس هذا إيجابا على الشعب، وإيجابا برضا على بعض الناس بداخل الجيش الساخطين على النظام. على النظام. ايوه والتغيير هيجي أساسا من الداخل مش من جميل برا. جدا استاذ محمد نور. في هذا الوقت ايش اكثر ما يقلقك كرجل سياسي ومناضل؟ اكثر حاجه تقلقك وتخليك مرات ما تنوم بالليل مثلا؟ عدم وحدة المعارضة الموجودة برا. أنا الناس الموجودين جوا مخنوقين أساسا، لكن إحنا اللي إحنا عندنا حرية التعبير وحرية التنظيم، المفروض يعني إن إحنا نوحد نفسنا كويس، ده يعني. كلام، ده كلام عام. ده غير اللي كده يزعج مستقبل إريتريا كيف ترى بهذا بهذا مستقبل إريتريا براه نظام ديمقراطي. لا لا بهذا المسيرة اللي قاعد نمشي به بهذا الطريق؟ إذا سرنا أيوة. معارضة ما قادر تتوحد، نظام موجود ما قادر ينفتح ويتصالح مع نفسه، لا لا، المستقبل حيكون كيف ترى؟ لا لا قطعا مثلا حيجي يوم الناس مثلا الوعي يعني يتطور يعني. حتى مثلا يعني كان في البداية التجمع، بعدين من التجمع بقى بقى التحالف، تحالف. ايوه وثم التحالف مصدر المجلس المجلس. الوطني، هذا تطور. وطبعا هذا التطور يعني في المستقبل الكل هيكون مثلا تحت مظلة واحدة، وهذا طبعا هينعكس انت سلبا تدعو على الان الى تكوين حكومة في المنفى،
كان في ناس رفعوا هذا أنا شخصيا الـ لست مع حكومة في المنفى، آه أنا شخصيا مع يعني كيان معارض موحد في المنفى. لما حكومة في المنفى يعني تدير إيه هذه الحكومة؟ أنا في تقديري تكون حكومة منفى في المنفى في حالة واحدة، لما تكون في الدول الكبرى مثلا زي أمريكا وغيرها تتبناك مثلا تتبناها في مثل هذه الحالة وتأمن لها بعد كده طبعا كل الوسائل اللي توصل إلى لكن هل الداخل. تؤمن هذه القوى العظمى؟ هل تؤمن، هل يؤمن مكرها؟ هذه الدول العظمى لما تكون لك حكومات في المنفى هل يؤمن شرها؟ أساساً أي حكومة مصلحتها بالدرجة الأولى هي رقم واحد عندها يعني. فإذا كان مصالحهم تقتضي ايوه إنه يكون لهم حكومة في المنفى بيكونوا ليه؟ لكن طبعاً لما تدخل الداخل أنت عليك أيضاً الضريبة عليك الضريبة يعني، حتدفع. وهذه الضريبة تكون على حساب طيب وطننا كامل. فهل نحن هسي اخر لنا حكومة تكون لنا اي جهة خارجية، ولا اخر لنا انه نعمل حاجة في الواقع الداخلي الموجود؟ طبعا نعمل حاجه في الواقع الداخلي، احنا لازم نغير الحكومه برانا ونقيل حكومتنا برانا كإريتريين يعني. فانت ضد التدخلات الخارجية. لا انا ضد، في ناس هسي واحدين عامل لنا بعبع من الويات، مجموعة تيغراي مثلا، يقول لك مجموعة تيغراي دي تهدد إريتريا ومستقبلها. فأنت كذا قرأتك للتاريخ ده شنو أستاذ محمد من الواقع؟ من يهدد إريتريا؟ هل الويانا يهدد إريتريا؟ أم إثيوبيا كلها تهدد إريتريا؟ أم النظام الموجود هو المهدد الأول والرئيسي؟ بالنسبة لإثيوبيا نحن حررنا منهم أنفسنا وبقينا دولة معترف بها وجزء من المجتمع الدولي. كويس. وياني إذا كان رجعنا للتاريخ، أول من بدأ يهتم مثلا يعني بالوصول للبحر هو طبعا الإمبراطور يوهنس. يوهنس. والإمبراطور يوهنس طبعا أرسل يعني اثنين من المناديب بتاعه، واحد اسمه أوبي أرسله مثلا يعني كالجزائر، وواحد اسمه ألولا أرسله لحماسين يعني لما يقدروا يسيطروا على حماسين وعلى كالجزائر ثم ينزلوا ويسيطروا على البحر الأحمر. وطبعا ألولا لما جاء إلى أسمرة ايوه يعني أهل حماسين وقد وقفوا ضده بقيادة مثلا الأسود دنكير، ايوه وحتى الأسود دنكير لأنه ما عنده أسلحة اضطر يهرب مثلا إلى حلحل، انضم إلى يعني إلى بيطوع اللي هم أبناء عمومته اللي هم نزحوا أساسا يعني حماسين. ايوه وأوبي أيضا يعني ناس أكلوا جزاي ما قبلوه، ولذلك بهتا سجلانيتي كان ضده، ولكن بهتا سجلانيتي برضه ما كان عنده مثلا الأسلحة، ايوه وبالتالي هو الآخر هرب إلى فين؟ إلى الساحل الشمالي إلى بيت أسجدي. لتسكت. ايوه بيت أسجدي أساسا يعني هم عبد يسوس وعبد يسوس وعبد مريم دول من هناك. من أكلوا جزاي، ودولاك احتضنوه لأنه بحكم صلة الدم فيما بينهم. طيب إذا الشعب الإريتري يرفض مثلا يعني أطماع يعني يوهنس يوهنس. طيب يعني فعلا لما وصل إلى يعني من اسمه ده ألولا في تلك الفترة كانت إيطاليا وصلت إلى مصوبة، وبعد كده طبعا هو عايز يتقدم قدام الحكومة والجيش الإيطالي، طبعا دخل معاه في معركة وبعدين معروف هي معركة دوغري اللي طبعا الإيطاليين خسروا فيها وبالتالي تراجعوا إلى مصر. في هذه الفترة نفسها كانت الثورة المهدية، المهدية. والثورة المهدية كانت وصلت طبعا لمنطقة القلابات. كده هسي اختصر لنا التاريخ أستاذ محمد نور، بهذا التاريخ العدائي الموجود من بداية يا يوهنس، هل هذه العقلية
بتهدد موجودة الروح دي، الروح الاستعمارية، روح الاعتداء، روح السطو على أراضي الغير، موجودة عند قومي، عند مجموعة التجراي، وتهدد وجود إريتريا في رأيك؟ أنا في تقديري يعني تجراي عندهم طبعا الطموح على الوصول للبحر يعني. بس تجراي بس ولا إثيوبيا كلها؟ ما تجراي الأقرب للبحر، كويس. إثيوبيا تقريبا بعيدين. فتجراي عندها طموح للبحر. عندها طموح للبحر. لكن هذا الطموح للبحر في حد ذاته تسنده شنو؟ ها؟ تسنده وقائع شنو؟ لا، ما في وقائع تسنده. اوكي تاريخ ما في، اوكي لأنه شعبك الغزاة يعني حاربهم، شعب حماسي حاربهم ايوه. الإريتريين وبعدين أساسا. تجراي جزء من اثيوبيا. جزء من إثيوبيا ايوه طبعا. أنا شخصيا لو كانت تجراي في السلطة مثلا يعني كما كانت. كما كانت، وكانوا اتفقوا طبعا مع نظام إسياس يعني انه مثلا يتيح لهم مثلا فرصه الاستثمار الاطلال على البحر يعني. على البحر ويدفعوا شو اسمه الضريبه والرسوم، لكن اختلفوا في حته واحده اللي هي السياس. طبعا عاوز يجيب البضاعه الصادرات بتاع اثيوبيا من داخل اثيوبيا بالعربات بتاعه ويصدرها. ويدفعهم مثلا يعني الاجره بتاع العربات بتاعه، هم يصدروا براهم طبعا بعد ما يدفعوا الرسوم. هم قالوا لا، نحن عندنا عربات، وهذه العربات من داخل اثيوبيا ممكن تجيبها مثلا للحدود، ومن الحدود العربات كنت تشيلها للبينا، وبالتالي ندفع مثلا الايجار بتاع العربات من الحدود الى البينا. لكن يعني من داخل من الميناء جوة اثيوبيا، من جوة اثيوبيا لا، احنا عندنا عربات. ودي كانت نقطة الخلاف مع اسياس اساسا يعني. خلاف اقتصادي يعني، طبعا ما خلاف سياسي. لا، ما خلاف سياسي. الآن هذه العقلية موجودة أستاذ محمد، ممكن تعود المسألة دي؟ فالناس اللي يتخوفوا يعني يعتمد باختصار، إنه في واحدين يتخوفوا، في واحدين يقول يا جماعة التجارو ديل نحن مهدديننا وأخير نلتحم مع أفورقي، في واحدين يقولوا كده. لا، غير غلطانين. الشعب الإريتري ورى إنه هو شعب واحد، أوكي وإنه هو يتمسك مثلا يعني بوحدته. لو كانوا مثلا يعني أهل المرتفعات المسيحيين المتحدثين بالتجرينيا يعني يميلوا مثلا للتجراي، من زمان كانت التجراي وصل إلى إريتريا. إلى إريتريا. أيوه لكن شعب إريتريا شعب موحد فيما يتعلق بأرضه، خلافاته الداخلية الصغيرة موجودة. أيوه موجودة، لكن فيما يتعلق بوطنيته هو أنت مطمئن يعني، أيوه مطمئن مطمئن ما أيا مهما كان. أبدا. صحيح نعم أستاذ محمد نور. طيب نحن نستأذنك نقيف في هذه المحطة، بعدين حنجي الأستاذ محمد نور أحمد كيف يعيش حياته. محمد نور أحمد الوجه الآخر، ما بعد شنو؟ ما بعد دخول أستراليا، علاقاته مع الناس، يعني زياراته للأهل، كتاباته، همومه، يعني أيامه وذكرياته، دي حنجيها في محمد نور أحمد الكاتب، محمد نور أحمد الرجل الاجتماعي، محمد نور أحمد الرجل المربي كمان اللي بيشوف إنه كيف يمكن أن يشرق شمس هذا الشعب بعد هذه السنوات. مشاهدينا الكرام، أيها الأحباب، كانت هذه محاولة أيضا ثالثة للتوثيق والتسجيل للحديث عن مع أستاذنا المربي الجليل الأستاذ المناضل السفير محمد نور أحمد. شكرا لك شيخنا، بارك شكرا الله لك. فيك، إن شاء الله نلتقي. أنا بالعكس يعني أعتذر مثلا للمستمع بحكم مثلا ضعف الذاكرة بتاعي كثير من المعلومات اللي كان يجب يعني أن أقدمها ويستفيد منها المستمع. لا والله ما شاء الله معلوماتك كويسة أستاذ محمد نور، ما تقول كده، بالعكس أنت قاعد تفيدنا، بتسقط أسماء حتى نحن بننسى، والله نحن بننسى يا أستاذ محمد نور، إنه برضو يعني لأنه الضغط النازل علينا ما سهل،
هذا الشعب المناضل الثابر الثائر الصابر، يعني حياته تكون بهذا الشكل شوية. طبعا هي مقلقة يعني، ولكن أنت رجل متفائل وقلت إنه نحن نظل لا، ما في في يوم من اثنين الأيام. ثلاثة، ما في اثنين ثلاثة، أنا متفائل. متفائل جدا، أنا مؤمن بالشعب الأردني، الله أكبر. يعني نعم. شعب مخنوق، لكن هذا الشعب قطعا هو هيقطع مثلا هذا الحبل الخانم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، هذا أحمد شريف يحييكم برفقة الزملاء في القسم العربي، وخاصة زميلنا عود تسفيون السكداني في المونتاج، وإن شاء الله يعني يزيد لنا الصوت عشان تسمعوا أفضل وأكثر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.